المبيعات. Advertising expense مصروف إعلان. Wages expense مصروف الأجور. يبقى نقراهم تاني عشان استاذتنا تتابع. The company has following balance. الشركة تمتلك الأرصدة التالية. أول حاجة sales revenue يعني إيراد المبيعات. تاني حاجة sales discount يعني خصم مبيعات. Advertising expense مصروف إعلان. Wages expense مصروف الأجور. Utilities expense مصروف منافع. Sales returns and allowance مرفوضات ومسموحات المبيعات. Rent revenue إيراد إيجار. Rent revenue إيراد إيجار. Cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة. Cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة. Interest expense مصروف الفايدة. Commission expense مصروف العمولة. Salaries expense مصروف المرتبات. Salaries expense مصروف المرتبات. Depreciation expense مصروف الإهلاك. Depreciation مصروف الإهلاك. أقول عليها depreciation مصروف الإهلاك. ماشي هنحطيها على جوجل. حطي كلمة على جوجل واسمع الترجمة. لو ما تكون عايز تعرف النطق الصح حطها على جوجل واسمع الترجمة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب سبلايز اكسبنس ادوات كتابية او مصروف ادوات كتابية. أدوات كتابية ترجمناهم كده. جميل. نبدأ نمشي مع مطلوب. مطلوب أول مطلوب عايز مني النت سيلز يعني صافي المبيعات. خلاص يا محمد بتتكلم ورد يا جماعة. عايز مني صافي المبيعات. طيب صافي المبيعات عشان تجيبه قلنا بتاخد كل حاجه فيها كلمه سيلز بس ابدا بالرقم الكبير. بناخد كل حاجه فيها كلمه سيلز ونبدا بالرقم الكبير ونبدا نطرحهم من بعض. صفحه 27. فاول حاجه موجوده عندنا سيلز ريفينيو. يبقى اول حاجه الراجل مديها لي السيلز ريفينيو اللي هو إيراد المبيعات 100,000 جنيه. ناقص بعد منها على طول سيلز ديسكاونت يعني خصم المبيعات. نطرح الخمس تلاف. وفي السطر اللي تحتها مديك سيلز ريتيرنز اند الاونس. نطرح برضه. يبقى سيلز ريتيرنز بمبلغ 15,000. يبقى انا حضرتك لما الراجل سالني على كلمه سيلز خدت كل حاجه فيها كلمه سيلز
وطرحتهم بعض، بس ببدا بالكبير عشان ما يطلعش بالسهل. فهيطلع النت سيلز عندي بمبلغ 80,000 جنيه. ده كده اجابه المطلوب الايه؟ الاولاني. يبقى اجابتنا فيها حرف البي. اجابتنا فيها حرف البي. مطلوب رقم 2، عايز مني الجروس بروفيت. رقم 2 عايز مني كل المصروفات، صح؟ واحده واحده يا فندم. جروس بروفيت، فحضرتك عشان تحسب الجروس بروفيت بتقول نت سيلز. النت سيلز اللي احنا لسه حاسبينها كوست اوف جودز سولد 60، يعني صافي المبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. النت سيلز احنا لسه حاسبينها ب 80,000، والكوست هو مديها لك جاهزه بمبلغ 60,000. يبقى يطلع معايا الجروس بروفيت بمبلغ 20,000 جنيه. ده كده اسمه جروس بروفيت، مجمل الربح. جروس بروفيت يعني مجمل الربح. السلام عليكم. طيب بعيد عن الكاميرا بتاعتك. سيلينج اكسبنس، سيلينج اكسبنس يعني مصروفات المبيعات. سيلينج اكسبنس مصاريف المبيعات. انت مش مطالب تحفظهم، يعني لازم هنا في المصاريف تشغل دماغك. يعني ايه مصروفات المبيعات؟ يعني اي فلوس بتصرفها عشان تساعدك انك تبيع. يبقى سيلينج اكسبنس دي يعني مصاريف الايه؟ البيع. اي مصاريف بتصرفها عشان تبيع كويس، زي مثلا انك تعمل اعلان عشان تبيع، بتسوق المنتج بتاعك، زي مثلا بتدفع كوميشن عموله للمناديب، ما دي حاجات عشان المناديب تبيع، زي مثلا ايه تاني، مثلا مصاريف نقل مبيعات مثلا، او يقول لك سيلز اكسبنس اللي هو الدليفري. الدليفري لما بتقدم خدمه دليفري لحد عشان تبيع. يبقى انت تحاول تدور على المصاريف اللي تهتم بعمليه البيع. تعالى كده انا هكتبهم لك اللي موجودين عندي في التمرين، وتعالى نفكر سوا. لو انا حبيت كده اطلع كل المصاريف، لو انا حبيت اطلع كل الصندوق بتاع الاكسبنس، صندوق المصاريف، تعالى نطلعهم من التمرين. اي حاجه فيها كلمه اكسبنس هنكتبهم بس. اول حاجه في السطر الثاني بادئه معاك ب ادفيرتايزنج اكسبنسز. واحده واحده عليا. ادفيرتايزنج اكسبنس بمبلغ 1000 جنيه ده مصروف اعلان. يبقى الادفيرتايزنج يعني مصروف اعلان. طيب كمان قال لك ويجز، ويجز اكسبنس يعني مصروف الاجور 2000 جنيه، دي اجور. كمان قال لك يوتيليتيز اكسبنس منافع بمبلغ 500. طيب يوتيليتيز اكسبنس يعني مصروف منافع. قال لك كمان لو دورنا على حاجه فيها اكسبنس هتلاقي انترست. انترست اكسبنس مصروف فايده. مصروف الفايده ده بمبلغ 2000. قال لك كمان كوميشن عموله. عمولة بمبلغ 1000. سالاريز اكسبنس مصروف مرتبات. كل حاجة تتحط هنا. مصروف الأجور.
انا بطلع كل المصاريف وهنبدأ نشوف ايه اللي يرتبط بالسيلينج. سيلينج يعني بيع. قال لك كمان ديبريشيشن. ديبريشيشن يعني هلاك. مصروف الهلاك عندي بمبلغ 3000 جنيه. وعندي سبلايز اكسبنس اللي هي مصاريف الادوات الكتابيه. حلو. الراجل طلب منك ثلاث مطالب. الراجل طالب منك ثلاث مطالب تحت بعض. رقم واحد عايز منك السيلينج اكسبنس. سيلينج اكسبنس يعني مصاريف البيع. مصاريف بتدفعها إدارة المبيعات. مصاريف البيع دي يعني مصاريف تدفعها إدارة المبيعات. المطلوب اللي تحت منه، المطلوب اللي تحت منه طلب منك جنرال ان ادمنستريتيف، يعني مصاريف عمومية وإدارية، يعني حاجات بتدفعها الإدارة العليا اللي هم الناس بقى الإدارة العليا ضبط الحسابات يعني. يبقى مصاريف البيع دي، ما هو دايما أي شركة ده في حاجة اسمها إدارة المخازن، في حاجة اسمها إدارة المشتريات، في حاجة اسمها إدارة المبيعات، في حاجة اسمها الإدارة المالية. أي شركة في الدنيا لازم تتقسم كده. فلما يقول لك سيلينج اكسبنس يبقى ده عايز مصاريف إدارة المبيعات بس. طب لما يقول لي جنرال اند ادمنستريتيف، المصاريف الاداريه اللي هي الحاجات اللي بتدفعها الاداره الماليه. الاداره الماليه طب ما بتدفع كل حاجه؟ لا، ما هي بتدفع كل حاجه، الخزنه هي اللي بتدفع كل حاجه، لكن بندفع من الفلوس دي لانهي اداره رايحه لانهي قسم، ده اللي يفرق معايا. يعني لما بنجيب بضاعه بتروح للمخزن يبقى دي اتصرفت لاداره المخازن. لما نجيب شاي وبن وقهوه يبقى دي اتصرفت للبوفيه. يبقى وفي الاخر الخزنه بتصرف، بس بتصرف لمين؟ رقم ثلاثه قال لك عايز منك اوبريتنج اكسبنس. اوبريتنج اكسبنس يعني مصاريف التشغيل، دي بقى اللي بتشغل الشركه. اتفضل يا فندم. انا ما جمعتش، انا كتبتهم بس. انا لسه ما جمعتش حاجه. انا كتبت كده كل المصاريف اللي موجوده في التمرين وحطيت الترجمه بتاعتها. عملت ليه كده؟ عشان ابدا اجاوب على المطلوب رقم 3 و4 و5. احنا بقى دلوقتي عايزين نبدا نفكر بعقلنا بند بند احطه تحت انهي عنوان. ده هدف من الموضوع. انا لسه ما حليتش، انا كتبتهم بس. يعني تحت مصاريف البيع واحده واحده. هو الراجل طلب منك ثلاث مطالب ورا بعض. مصاريف اداره المبيعات، مصاريف إدارية وعمومية يعني بتدفعها الإدارة المالية، ومصاريف تشغيل اللي هي بتاعت الشغل اليومي بتاع الشركة. فإحنا عايزين نبدأ نفكر بالعقل إيه ممكن مين يتحط فيه. نمسك بند بند. أدفرتايزنج. أدفرتايزنج يعني بنعمل إعلانات عن الشركة. يبقى الإعلان هدفه إيه؟ نزود البيع، صح؟ يعني أنت لما بتعمل إعلان عن الشركة ومنتجات الشركة ده هدفه البيع. يبقى الادفيرتايزنج اكسبنس احطه مع مين؟ مع السيلينج. يبقى انا هاجي كده تحت السيلينج اول حاجه كده احطها هنا الادفيرتايزنج. المبلغ بتاعها عندي ب 1000 جنيه. طيب جميل. نروح للبند اللي بعده. ويجز اكسبنس، اجور. مين اللي بيقبض الناس؟ الإدارة المالية، صح كده؟ نعم. مصاريف إدارية، صح. مين اللي بيقبض الناس؟ حضرتك بتخش الأمين الخاص يقول لك القبض نزل، فتخش يطلع لك الشيت تمضي قدام اسمك يقول لك عد، تعد مرتبك اللي بعده. فمين اللي بيقبض؟ الإدارة المالية، صح كده؟ يبقى الويجز اكسبنس دي تعتبر مصاريف إيه؟ إدارية وعمومية. يبقى أنا آجي تحت الإدارية والعمومية أحط الويجز. عندي الويجز بمبلغ 2000 جنيه. طيب جه بعد كده كمان قال لك اليوتيليتيز اكسبنس. اليوتيليتيز اكسبنس
يوتيلتيز دي اللي هي المنافع، اللي هو ايه؟ الاجره مثلا بتاعت البواب، الراجل بتاع الامن، عمال النظافه. منافع؟ لا مش تشغيل ولا حاجه، دي مصاريف اداريه وعموميه. مين اللي بيدفعها؟ الاداره الماليه. خلي في بالك من حاجه عشان تسهل على نفسك، اكتب بس الرقم. مصاريف التشغيل دي يا فندم مجموع الاثنين مع بعض عشان نريح دماغك. مصاريف التشغيل دي مصاريف التشغيل ده عباره عن ايه؟ اداره البيع زائد الاداره الماليه. فانت بس اللي بتعمله ايه؟ يا بتحط في البيع يا بتحط في الاداره الماليه. بس التشغيل ده ان احنا نجمع الاثنين مع بعض. ما هو كل ده عشان تشتغل وكل ده عشان تشتغل. طيب جه بعد كده قال لك انت الريسك، اسمع يا شباب، انت الريسك اكسبنس، مصروف الفايده. يعني لما بناخد قرض بندفع عليه فايده. طب مين اللي بيدفع الفوائد بتاعت القروض؟ الاداره الماليه. اداره المبيعات مالهاش علاقه بالموضوع ده، صح؟ يبقى انت الريسك اكسبنس، انت الريسك اكسبنس بالمبلغ بتاعنا عندنا اللي هو 2000 جنيه. طيب قال لك كمان كوميشن. كوميشن يعني عموله. مين اللي بياخد العموله؟ مندوب المبيعات. اللي بياخد العموله مندوب المبيعات. يبقى ده يخص اداره مين؟ اداره البيع. يبقى في السيلينج، يبقى بحط هنا الكوميشن بمبلغ 1000 جنيه. جميل جدا. جه بعد كده قال لك سالاريز. مين اللي بيدفع المرتبات؟ الاداره الماليه. مين اللي بيقبض الناس؟ الاداره الماليه. طب هل في فرق ما بين كلمه ويجز وسالاريز؟ ايوه فندم، مع ان دي اجور ودي مرتبات يا عم طارق، بس ده موظفين او عمال بيقبضوا باليوميه او بالساعه، لكن السالاريز ده بيقبض ايه؟ شهريا. وسط الفكره. يبقى ده مثلا عامل نظافه فيقول لك اليوميه بتاعتي، زي مثلا راجل السباك او كده يقول لك اليوميه بتاعتي، لكن السالاريز دي بتبقى ايه؟ مرتبات. تمام. يبقى انا عندي السالاريز دي مع الاداريه بالمبلغ بتاعها عندي اللي هو 3000 جنيه. طيب ديبريشيشن اكسبنس. ديبريشيشن يعني اهلاك الاصول الثابته. لو تفتكر ايام محاسبه واحد كان بيبقى في حاجه اسمها اهلاك للاصول الثابته. فالاهلاك ده مين اللي بيحسبه؟ الاداره الماليه. ايه علاقه اداره المبيعات بالموضوع؟ مبيعات مالهاش دعوه. يبقى ديبريشيشن مع الاداريه بمبلغ 3000 جنيه. ديبريشيشن السبلايز. مين اللي بيجيب الكشاكيل والورق الفلوسكاب؟ يعني انا لما بيكون ناقصني قلم برجع للاستاذه ياسمين اقول لها انا عايز اقلام، عايز ملازم، عايز كذا. هي ده شغل الاداره بتاعتها، الاداره الماليه. يبقى السبلايز كمان جنرال بمبلغ عندي اللي هو 500 جنيه. ها في مشكله في الدنيا ديت؟ يبقى انت حضرتك انا شايف ان الموضوع بسيط جدا. لو انت حابب تحفظ، لو انت حابب تحفظ عناني. هما مصاريف البيع حاجتين، الاعلان والعموله. عموله واعلان. بس هما دول اللي دايما يخصوا لايه؟ البيع. مش هتلاقي حاجه تانية في البيع كتير، هو يعلن ويدي عموله. النقل لو سيلز ترانسبورتيشن يعني مصاريف نقل المبيعات، يبقى خلاص مع السيلز. ليه؟ لان كده بتعملي دليفري، بتقدمي خدمه الدليفري للعميل، يبقى ده شغل بيع. يبقى انا اللي احفظه في البيع الاعلان والعموله والادفرتايزنج. اي حاجه ثانيه ده شغل اداره بقى، دي حاجات تعتبر بالنسبه لي ايه؟ اداريه. فهو في المطلوب رقم، في المطلوب رقم 3 عايز مني السيلينج اكسبنس. سيلينج اكسبنس، ادي السيلينج اكسبنس اهوت، لو جمعتهم هتلاقي مجموعهم 2000 جنيه. المطلوب اللي بعده عايز جنرال اند ادمنستريتيف، مصاريف العموميه والاداريه. هتجمع؟ هنجمع. ادي 3 و3 6 و2 8 صح كده؟ درست ب 2000 ولا بقى؟ 2000 لكن بس 10 و 11000 هقول لك دلوقتي. 11000 درست ب 2000 يا دكتور. بس الانترست دي هنشيل، هقول لك ليه. هو دلوقتي الكورس اللي شغال ده قدامه كم محاضره عشان يبدا من الاول؟
يعني في محاضرة تانية أو محاضرتين تانية. يعني دلوقتي واللي جاي. دلوقتي واللي جاي. وبعد كده من الأول. لأن في ناس مش عايزة تدخل من النص كده أو الآخر كده. طب يعني خليهم المحاضرة الجاية اللي بعدها. طب ماشي. ماشي؟ يعني عشان إحنا برضه يبقى واحد. ماشي. بص كده يا فندم. هقول لك أنا شلت الإنترست ليه. الجنرال ادمنستريتيف هيبقوا 9000. بص كده معايا ليه شلت الانترست. اقول لك ليه. الويجز دي مصاريف متكرره، يعني الاجور اليوميه بتاعت العماله دي حاجه متكرره. اليوتيلتيز اللي هي المنافع اللي هو الراجل بتاع الامن والغفير مصاريف متكرره. السالاريز مصاريف متكرره. الديبريشيشن كل شهر فيه هلاك، كل شهر فيه هلاك، طول ما انت بتستعمل حاجه فيه هلاك. السبلايز الادوات الكتابيه حاجه متكرره، لكن الانترست مش حاجه متكرره. احنا ممكن ناخد قرض كل كام سنه، مش لازم كل سنه الشركه تاخد ايه قرض. يبقى خلي في بالك في بند واحد بس ما ينفعش تحط مع الجنرال. ليه؟ اصل الجنرال دي معناها يا عم طارق ان دي حاجه ايه متكرره، لكن الفايده هو انت كل يوم هتاخد قرض. انت بتاخد قرض لما ايه تتزني لفتره معينه، لفتره معينه، مجرد ما تسدد القرض ده وربنا يفرج عليك خلاص ما بتدفعش حاجه تاني بقى. يبقى الحاجه الوحيده اللي ما احطهاش معايا مع الادمنستريتيف الانترست اكسبنس. ليه؟ لان دي حاجه ليست متكرره. يبقى انت عندك السيلينج ده مصروف متكرر. ليه؟ الاعلانات، رغم ان شركه بيبسي وكوكاكولا وشيبس هم وصلوا لشهره عالميه بس برضه بينزلوا اعلانات. بتنزل اعلان ليه يا عم؟ ما خلاص هو انت محتاج تعمل اعلان؟ ايوه باش عشان يفضل شغال. ما هو لازم دايما يعرفك ان انا موجود في السوق. طب العموله والكوميشن لازم كل شهر يبقى في عموله للناس، يبقى دي حاجه متكرره. يبقى مصاريف السيلينج والاداري دي كلها حاجات متكرره. لكن الانترست اكسبنس مش كل يوم هتاخد قرض، مش كل سنه هتاخد قرض، ممكن اخد قرض كل 5 سنين. طيب يبقى كده مجموع الادمنستريتيف عندي 9000 جنيه. المطلوب اللي بعده بقى عايزك تجمع الاثنين مع بعض. اللي هو المطلوب رقم 5. بيسالني بيقول لي الاوبريتنج بقى، بص حتى اسمها اوبريتنج ومصاريف ايه؟ التشغيل، يعني ايه التشغيل يا اسلام؟ يعني حاجه كل يوم شغاله معاك، كل شهر بتدفعها. فانا دايما مصاريف التشغيل بتاعتي البيع والاداري. فلما اجمع الرقمين على بعض يبقى مصاريف التشغيل 11000. يبقى حضرتك لما تجمع ديت زائد ديت تساوي ديت. طيب المطلوب اللي بعده بيقول لي ايه؟ انكم فور اوبريشن. ممكن امسح التقسيمه دي، احنا مش محتاجينها في حاجه عشان بس محتاج مساحه. بص كده تعالى نترجم ونغش. بص كده لا هتعرف. اوبريتنج بتشغيل. انكم فور اوبريشن. تعال نترجم مع بعض. الراجل بيقول لك صافي ربح التشغيل. تعال كده نغش سوا. انكم فور اوبريشن يعني صافي ربح التشغيل. طب بص كده عندك للبورد وقول لي نطرح ايه من ايه؟ فكر كده. هنطرح عايز صافي ربح التشغيل. من 2000 من 9. انهي 2000؟ هنطرح ال 2000 اللي هي بتاعت السيلينج اكسبنسز. لا لا. ليه؟ طب ما الكوميشن مش هي كده. مش احنا كنا وصلنا هنا لمجمل الربح؟ ايوه. انا كده كده وصلت لمجمل الربح، مجمل الربح ده كان عباره عن ايه؟ النت سيلز ناقص كوست اوف جود سولد. وصلت لمجمل الربح. يبقى انا اخد الجروس بروفيت اللي هو مجمل الربح، مجمل الربح ب 20000. والراجل بيقول لك فور اوبريشن يعني اطرح منه الاوبريتنج اكسبنس. يبقى ناقص الاوبريتنج اكسبنس اللي هي مصاريف التشغيل اللي هم ال 11000. اوبريتنج هنا ب 11000 يبقى يتفضل عندي 9000. طيب ده كده اسمه income for operation، صافي ربح التشغيل. يعني ايه صافي ربح التشغيل؟ يعني ده صافي الربح بعد المصاريف اللي انت بتدفعها كل شهر.
بعد المصاريف اللي انا بدفعها كل شهر. المطلوب اللي بعده بقى عايز منك نت انكم. يعني ايه نت انكم؟ يعني صافي الربح النهائي. صافي الربح النهائي ده بنعمل ايه؟ نطرح منه المصاريف الغير متكررة. يا مصروف الفايدة. نطرح منه المصاريف الغير متكررة اللي هو مصروف الفايدة. فكان عندنا مصروف الفايدة كان مدهوني بمبلغ 2000 جنيه. يبقى أنا كده هطرح 2000 جنيه. طب إيه اللي متبقي عندي في التمرين؟ في بند واحد تقريباً متبقي عندنا في التمرين. لا. رنت ريفينيو. في عندنا بند واحد ما خدناهوش اسمه رنت ريفينيو. رنت ريفينيو يعني ايراد الايجار. رنت ريفينيو يعني ايراد الايجار. فبنطرح المصاريف الغير متكرره وبنجمع اي ايرادات اخرى. يبقى عشان اوصل لصف الربح ده بطرح المصاريف الغير متكرره زي الانترست واجمع اي ايرادات اخرى. كان عندنا بند واحد بس ايراد اللي هو كان عند الرنت ريفينيو في السطر رقم 3 كان بمبلغ 3600. يبقى 10600. يبقى قلت التسعة ناقص الاثنين اتبقى سبعة. سبعة زائد التلاتة 600 يبقى يتفضل عندي 10600. يبقى احنا كده النهاردة في قائمة الدخل طلعت بمعادلات جديدة. في عندي معادلة اسمها السيلينج اكسبنس اللي هي مصاريف البيع، ودي حاجات متكررة يعني بتدفع كل شهر. وفي عندي جنرال اند ادمنستريتيف اللي هي المصاريف اللي بتدفعها الإدارة وبرضه لازم تكون ايه متكررة. لما اجمع الاثنين مع بعض يديني حاجة اسمها الايه الاوبريتنج اكسبنس. يعني ايه اوبريتنج؟ يعني مصاريف تشغيل، دي ناتجة عن الشغل اليومي. طيب بعد كده طلب مني حاجة اسمها صافي ربح التشغيل، يعني الربح بعد ما انت اشتغلت. فاخدت الجروس بروفيت طرحت منه مجموع الاوبريتنج اكسبنس. طب لما يطلب مني صافي الربح النهائي اطرح اي مصاريف غير متكررة ممكن تحصل كل سنة، كل خمس سنين، كل عشر سنين، واجمع اي حاجة فيها كلمة ريفينيو، اي حاجة فيها عروض. ممكن اديكم تمرين؟ اديكم تمرين. حلو احنا اه ليه كده؟ لا يا باشا لازم عشان حاله عشان حاله البلد دي تروح. انا ما اتريت مني كتير اوي لازم تتحفز. سيلز ريفينيو. سلوامي تعالي. و سيلز ديسكاونت. و سيلز ريتير 100,000. و انفنتوري 1,100,000. 200,000. و بيرشيزس 75,000. و بير شيز
discount. Purchase discount. 25,000. Where? Write. In. مع 10,000. أنا عامل التمرين مراجعة على المرة اللي فاتت القايمة كلها عشان المخ يشتغل. طب وليه خلينا على المرة اللي فاتت لازم الخلاط يشتغل. انفنتوري 31/12 40,000. بعدين يا دكتور. نعم. تحس يا جماعة ورا كده؟ ايوه يا باشا لازم الدماغ تشتغل. ايوه يا دكتور كده احسن. سكتي على كده. كوميشن. خليك من المرة في الاسبوع. جيبس بنس. شكرا. 5,000. سالاريز. اكس بنس. Advertising expense. 10,000. Rent. Expense. Rent expense. Robbie, I'm in there. Robbie. 9,000. Invisit. Men. Revenue. $12,000. Interest. Expense. $5,000. عايزين من سيادتك بقى. المطالب رقم واحد نت سيلز 550,000. لا لا انت كده شاطر. حلو الواحد انت كده شاطر. هاتي الاخيره. طيب سيبك من ده هاتي الاخيره. اثنين لما انت ممتازه كده ماشي. يلا كوست يا رب اللي ورا ما يعرف يحلها. يا رب لا يحلها. افيلابل حسين الله يحلها. Goods. Cost of goods. Three. Cost of goods sold. Gross profit. Selling expense. نسمع شباب. General and administrative. اسمع يا شباب. يا جماعه انتوا اطفال ولا ايه؟ محدش يحل حل جماعي. خلي حلك لنفسك. ايه ده احنا بنحل؟ تديش مجهودك لحد. اوبريتنج شغل.
اكسبنس حل يا باشا بلاش كلام جانبي حل وبلاش كلام جانبي طبعا اول مطلوب عايز من حضرتك نت سيلز يعني صافي المبيعات نسمع نت سيلز ببدا ادور على كل حاجه فيها كلمه سيلز واطرحهم من بعض بس ابدا بالرقم الكبير عشان الناتج ما يطلعش بالسالب ابدا بالرقم الكبير عشان الناتج ما يبقاش سالب ابدا ندور على الحاجات اللي فيها كلمه سيلز دي فيها سيلز ريفينيو ودي فيها سيلز ديسكاونت ودي فيها سيلز ريتيرن فدي 700 ودي 100 ودي 50 يبقى المنطق بيقول ابدا بال 700 يبقى النت سيلز عشان اجيبها هقول سيلز ريفينيو اللي هم ال 700,000 اللي هم ايراد المبيعات واطرح منه سيلز ديسكاونت اللي هو خصم المبيعات ب 100,000 واطرح منها سيلز ريتيرن السيلز ريتيرن اللي هو مرغوبات المبيعات ب 50,000 فيطلع معاك النت سيلز في الاخر ب 550,000 يبقى اول عباره اللي هي النت سيلز طلعت معايا ب 550,000 حد مش فاهمها؟ عيدها تاني الراجل عايز مني حاجه اسمها نت سيلز نت سيلز يعني صافي المبيعات مشغل اغاني كتير لا التليفون بيرن اوكي ماشي نت سيلز ده يعني صافي المبيعات فانت بتبداي تدوري في التمرين على كل حاجه فيها كلمه سيلز فهتلاقي فيه سيلز ريفينيو هتلاقي فيه سيلز ديسكاونت هتلاقي فيه سيلز ريتيرن واعمل ايه في الثلاث ارقام دول؟ اطرحهم ببعض. بس ابدا بالرقم الكبير عشان الاله ما تدكش الناتج بالسين. فاكبر رقم عندي ال 700. اطرح منها ال 100، اطرح منها ال 50. طب لو قلت لي مثلا انا قلت 700 ناقص 50 ناقص 100 مش هتفرق معايا يعني وانت بتطرح مش هتفرق معايا طرحت الاول ال 50 ولا طرحت الاول ال 100. في فرق ايه يا المهم يا ابني ده السيلز. صبح اهم حاجه تبدا بالرقم الكبير اللي هم 700 كويس ماشي كده صعبه المعادله دي زي كده المطلوب الاولاني المطلوب الثاني والثالث بيجوا في معادله واحده اللي هم الكوست افيلابل والكوست سول دول عشان حضرتك تحلهم لازم ترص رصه واحده تعالى نعملها هنا كده في الواسعة عايزين نحسب رقم 2 ورقم 3 اللي هما الكوست رصتنا بتقول ايه؟ نرص الرصة كاملة أول حاجة انفنتوري يوم 1/1 أجمع عليه البرشيزنج يعني المشتريات واطرح منه بيرشيزنج ديسكاونت واجمع عليه الفرايد ان عشان يساوي كوست افيلابل مثلا فانتوري دكتور
تترجم وانت بتقول عشان في ناس بتقع منها حاجات. حاضر. فيكتوري مخزون واحد واحد. برشيزنج مشتريات. برشيزنج ديسكاونت خصم مشتريات. ده بيتجمع ولا بيتعمل؟ انا بص الكاتب اهو حط الرقم واجمع. انا كاتب لك الاشاره ده زائد ده. ماشي؟ برشيزنج ديسكاونت يعني خصم مشتريات. فرايت ان يعني مصاريف نقل للداخل. كوستو افيلابل يعني تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. افيلابل متاحه. اطرح منها انفنتوري مخزون برضو بس المره دي بتاع نهايه السنه اللي هو 31/12 عشان تساوي كوست اوف جودز سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه. يبقى مطلوب 3 و4 دول دي كوست ودي كوست. لازم تعمل معادله كامله. نبدا نعوض انفنتوري واحد واحد. الراجل كام يدوني؟ يا ريت البند اللي انا خدته اشطب عليه عشان ما اقعدش في الامتحان اقعد ادور كتير. اول حاجه انفنتوري واحد واحد ب 200,000 اشطب عليه لان انا كده هستعمله اهو. يبقى انا هحط هنا ال 200,000. البرشيزنج او البرشيزز اللي هي المشتريات 75,000 اشطب عليها. يبقى انا اجي اقول له كده زائد ال 75,000. بعد كده برشيزنج ديسكاونت اطرح يبقى ناقص ال 25,000 اللي هي البرشيزنج ديسكاونت. بعد كده فرايت ان اجمع مصاريف نقل للداخل يبقى اجي اقول له زائد فرايت ان ب 10,000. اقدر اطلع كده الافيلابل. اقدر اطلع قيمه الافيلابل. هاجي اقول له ايه؟ 200 زائد 75 ناقص ال 25 زائد ال 10 فهيطلع معاك الافيلابل ب 260,000. ده كده اسمه الافيلابل. يبقى انا كده جاوبت المطلوب رقم 2 ده طلع معايا ب 260,000. اطرح منه مخزون 31/12 ادي انفنتوري 31/12 ب 40,000. يبقى ال 260 دي هقول له ناقص ال 40,000 يبقى يتفضل معايا 220,000 اللي هي الكوست اوف جود سول ب 220,000. معادله انا حافظها بمشي عليها بعوض فيها. طيب المطلوب رقم 4 الجروس بروفيت عباره عن خطوه 1 ناقص خطوه 3. الجروس بروفيت ده عباره عن خطوه 1 اللي هي النت سيلز ناقص خطوه 3 اللي هي الكوست اوف جودز سولد. هطرح 1 من 3 دي من دي يبقى ال 550 ناقص ال 220 فهتطلع معاك 330. يبقى اقول له كده 550 ناقص 220 يتفضل عندي 330. لاحظ ان ايه بيسلموا بعض. انا حليت لحد دي. طرحت خطوه واحد للسيلز من خطوه ثلاثه اللي هي كوست اوف جود سولد دي من دي يديك الجروس. طيب عايز مني بعد كده السيلينج اكسبنس اللي هي مصاريف البيع. فمصاريف البيع بيبقوا العموله والاعلان. العموله والاعلان. العموله اسمها كوميشن والاعلان اسمه ادفيرتايزنج. يبقى السيلينج اكسبنس لو عملناهم هنا كده اهو. عايزين منك السيلينج اكسبنس فهقول له السيلينج اكسبنس حاجتين كوميشن. كوميشن يعني عموله وادفيرتايزنج يعني اعلان. فالراجل كان مديني العموله ب 5,000 ومديني الادفيرتايزنج ب 10 يبقى مجموعهم 15,000. لو قال لك ديليفري سيلز او ديليفري اكسبنس. طيب المطلوب اللي بعده عايز مني جنرال
and administrative expense يعني المصاريف العمومية والإدارية اللي هي المصاريف اللي بتدفعها الإدارة بس لازم تكون بشكل متكرر يعني حاجة بتدفع كل شهر أو كل يوم زي السالاريز اكسبنس يعني مصاريف المرتبات يبقى انا اقول له كده سالاريز اكسبنس مصاريف مرتبات ب 6000 وفي عندي رنت اكسبنس يعني مصروف الايجار ما انت بتدفع ايجار كل شهر يبقى ده كمان مصروف متكرر طب هتقول لي في انترست مصروف فايدة؟ لا حضرتك حتى الشركات لما بتاخد قروض يقول لك انا خدت قرض طويل اجل على 10 سنين فانت لما تيجي تاخد قرض جديد هتاخده بعد 10 سنين يعني دي حاجة مش متكررة يبقى هجمع معاها كمان الرنت اكسبنس فالرنت اكسبنس من ده 9000 فيطلع مجموعهم 15000 يبقى اشطب كمان على الرنت بص كل ما تشطب تلاقي المسألة بتصغر المطلوب اللي بعده عايز الاوبريتنج اوبريتنج دي نجمع 5 و 6 الاوبريتنج دي معناها السيلينج والجنرال اجمع الاثنين مع بعض من غير ما اضيف الايرادات ماليش انا لو عايز مجموع المصاريف ايه معلقت الايرادات بالموضوع يبقى الاوبريتنج اجمع الاثنين دول على بعض فلما اجمعهم يطلع معايا 30000 دول كده اسمهم اوبريتنج المطلوب اللي بعده عايز نت انكم صافي الربح النهائي طب حضرتك ما انت كنت جايب قبل كده مجمل ربح احنا كنا جايبين مجمل ربح عايزين نحوله لصافي ربح فحضرتك تعمل ايه هتاخد مجمل الربح ده اللي هي خطوة 4 واطرح منها خطوة 7 اللي هي الاوبريتنج كلها اللي هي المصاريف كلها يبقى انا اكتبها لك هنا كده اهو عشان الناس تبقى شايفه عايزين منك النت انكم فالنت انكم حضرتك عشان تحسبه هناخد الجروس اللي هم طلع معايا 330000 واطرح منه الاوبريتنج اكسبنس اللي احنا حسبناهم ب 30000 مش بتبقى عندك غير بندين في التمرين على فكرة التمرين ما فيهوش حاجة تهمة يعني التمرين طالما وصل معاك لنت انكم نت انكم يعني الصافي يبقى لازم كل معلومات التمرين هتستخدم طالما وصل معاك للصافي يعني الراجل بيجيب اخرك بقى بيصفي الموضوع فطالما بيصفي يبقى لازم كل المعلومات تستخدم فانا مش بتبقى عندي غير بندين خليت ناصح بند اسمه investment revenue يعني ايراد ومتبقي عندي interest expense يعني مصروف الايراد يزود لكن المصروف ينقص فهما دول البندين اللي ناقصين يبقى انا اجمع الريفينيو واطرح الانترست اكسبنس الريفينيو مديهولك ب 12000 اجمع والانترست اكسبنس مديهالي ب 5 اطرح ففي الاخر الناتج النهائي 307000 يبقى انت كده كل معلومات التمرين شطبت عليها حط عندك مبدا يا ريت الملحوظه دي حطها في دماغك مهمه جدا يا استاذ اسلام لو التمرين في الامتحان لحد كلمة جروس يبقى في معلومات زيادة في التمرين هتهمل لو في الامتحان المطالب لحد كلمة جروس يبقى في معلومات زيادة في التمرين تهمل مش عايزينها طب لو المطالب لحد النت الصافي يبقى كل التمرين هتستعمله بس الفكرة بقى نحط الحاجة في مكانها الصح مش كده؟ مش كده لا دي مش مشكلة ان شاء الله بس نذاكر بحق الله كم واحد ذاكر من الجمعة اللي فاتت للجمعة دي قائمة الدخل؟ ذاكرنا اللي خدناه يعني مش قوي يعني بس مش تقريبا 4 5 يعني 2 4 5 6 6 بس اللي ذاكر ده ما يرضيش ربنا
مالكش دعوة ان دول جداد. انا معاك يا سيدي الجديد هتذاكر. انا حليت القديم. بس حضرتك مش كنت حاضرك الجمعة اللي فاتت؟ وما سجلتيش دول ليه؟ يعني انت جيت الجمعة وحد ما سجلتيش الكلام ده. وحضرتك جيت الجمعة وما سجلتيش الكلام ده. سجلتيش ليه؟ سجلتيش مع نفسي. سجلتيش ليه؟